الفقرة المتعلقة بانتخابات كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات ما تزال محل خلاف بين مكونات المحافظة، إذ يصر التركمان والعرب أن تجرى وفق اشتراطات تتعلق بالحد من قدرة الأكثرية من تحديد مستقبل المحافظة، وأخرى تتعلق بآلية اتخاذ القرارات. حيث أثبتنا بأن النائبين من الجبهة التركمانية العراقية تستطيع الوقوف أمام 8 نواب تركمان أكراد من كركوك لإيقاف الانتخابات. يعني الأقلية والأكثرية ليس لها معنى في كركوك، بل معنى التوافق هي أهم عنصر في كركوك. العرب يرون أن تمثيلهم الحالي لا يتناسب مع حجمهم السكاني، ويشترطون تحرير مناطقهم وعودة النازحين إلى أماكنهم قبل إجراء الانتخابات في المحافظة. الانتخابات ضرورة نعتبرها ملحة جدا، ويجب أن تقام في كركوك باعتبار التمثيل لا يتناسب، وحتى نكون فعلا أعضاء شركاء حقيقيين في بناء هذا البلد وفي بناء كركوك. الجانب الكردي يصر على إجراء الانتخابات دون أي شروط مثل المحافظات الأخرى، ويرى أن وجود عدة مكونات لا يدعو إلى إقرار قانون خاص. ولسنا مع هذا الرأي الذي يقول بتوزيع المناصب الحساسة أو السيادية في كركوك قبل الانتخابات، فلماذا تجري الانتخابات إذا نحن متفقون على تقاسم السلطات في كركوك؟ الانتخابات والتوافق في كركوك من أكثر المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، وما زالتا تفرزان كل يوم نقاط خلاف عديدة. سران الداودي، الحرة، كركوك.